نروح مع حضراتكم دلوقتي نشوف كده شويه اخبار رياضيه ومتابعات رياضيه. ماتشات كتير النهارده، الزمالك هيلعب، امبارح الاهلي يعني كسب المريخ 3-1، وهيكون معانا فقره كمان ان شاء الله عن الموضوع ده، لكن متابعه اكتر واخبار رياضيه مع دينا شرف مره ثانيه. نروح لك يا دينا واصبح عليكي مره ثانيه، صباح الخير يا دينا. بشكرك يا محمد، فعلا تعالوا مع بعض نبدا معاك وجولتنا في اهم الاخبار الرياضيه محليا وعالميا. اليوم انطلقت ركلة البداية. دندن يا صلاح، مول يا صلاح. للباحثين عن كرة، هذه كرة الإبداع. إعجاز ما يقدمه هو إعجاز. خلونا نبدأ مع حضراتكم جولتنا الرياضية، وإن فريق الأهلي حقق الفوز على المريخ السوداني بنتيجة 3-1 في إطار مباريات الجولة الخامسة من المجموعة الأولى لبطولة دوري أبطال إفريقيا في اللقاء اللي اتلعب على استاد الأهلي والسلام. سجل أهداف الأهلي بيرسي تاو ومحمد شريف وأحمد عبد القادر في الدقائق 20 و72 و73، وسجل رمضان عجب هدف المريخ في الدقيقة 60، وبالنتيجة دي بينجح فريق الأهلي إنه يصحح المسار الافريقي من بعد ما خسر من سان داونز الجنوب افريقي في الجوله اللي فاتت. رفع الاهلي رصيده لسبع نقاط وبقى قريب من التاهل لدور الثمانيه. وقف رصيد المريخ عند النقطه الرابعه. اتاهل الرجاء المغربي لدور ربع نهائي دوري ابطال افريقيا للموسم الحالي بعد فوزه على فريق امازولو الجنوب افريقي بنتيجه 2-0 في المباراه اللي جمعتهم ضمن منافسات الجوله الخامسه عن المجموعه الثانيه في المسابقه. ورفع الرجاء رصيده للنقطه رقم 12 في صداره المجموعه الثانيه، ووقف رصيد فريق امازولو في عند 6 نقاط في المركز الثالث. حقق منتخب مصر الناشئين مواليد 2006 بقيادة محمد وهبة الفوز على منتخب المغرب بنتيجة 1-0، ده في ثالث مبارياته في دورة شمال أفريقيا اللي بتتلعب في الجزائر، وبيتصدر المنتخب الوطني ترتيب الدورة بالعلامة الكاملة بتسع نقاط. الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي علق على مواجهة فريق بنفيكا البرتغالي في دوري أبطال أوروبا، وقال مباراة صعبة لأنها ربع نهائي، وقال كمان في ناس هتقول إننا مرشحين للفوز لكن ده أول خطأ ممكن ترتكبه وإحنا عندنا خبرة بعدم ارتكاب أخطاء، وتمنيت إني ما لعبش قدام فريق إنجليزي. الأسباني بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي أكد على صعوبة مواجهة فريق أتلتيكو مدريد الإسباني بعد ما أصفرت قرعة ربع نهائي دوري أبطال أوروبا عن مواجهة بعضهم يوم 5 و13 إبريل الجاي. والجوارديولا أتلتيكو فريق مستعد دايما لتجاوز أسلوبك، هذه هي أهم مزاياهم، ومن الصعب للغاية محاولة فرض أسلوبك عليهم. أما توماس توخيل المدير الفني لنادي تشيلسي فعلق على المواجهة اللي هتجمعه مع ريال مدريد في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، وقال بالتأكيد القرعة صعبة، وخد مباراة الإياب في سانتياغو برنابيو أمام جماهير ريال مدريد أمر صعب خاصة مع غياب جماهير تشيلسي، لأن هذه اللعبة صنعت من أجل الجماهير وعدم وجودهم في الملعب سيؤثر علينا.